إن التغييرات الحاصلة في بعض بلداننا وفي علاقات بيننا في المحيط الإقليمي والعالمي بشكل عام تؤكد أهمية هذه القمة لتخرج بقرارات وتفاهمات تساعد على تقدير خطورة اللحظة التاريخية الحرجة في العلاقات الدولية، وتؤمن أقصى قدر ممكن من التفاهم البناء ما بين دولنا وما بينها وبين الدول المنظومة الإقليمية والمجتمع الدولي، بما يعز الأمن والاستقرار ويحفظ المصالح العليا لشعوبنا. نحن على ثقة أكيدة بقدرة شخصكم الكريم على تسيير أعمال هذه القمة بحكمة واقتدار، خدمة للعمل المشترك.